إيهاب منورنا، وعايزه ابدا مع حضرتك بحاجه بتهم ناس كتيره جدا وعائلات كتيره جدا. مرض السكر منتشر جدا في مصر، صح؟ هو مكتشف جدا في مصر، مكتشف جدا. يعني بحيي جدا الرساله الجميله اللي بتوصل من برنامج حضراتكم، والسؤالين بتاع حضرتك والمقدمه بتاعت الهانم يمثلوا تكامل في الفكره. هو المبادرات اللي وضحت كم انتشار المرض، مش هو منتشر عندنا اكتر من غيرنا، لا، هو احنا بدينا ندور على الحاجه وبدينا نشخص الحاجه، وبدايه اي حاجه عشان تقدري تعالجيها وتوصلي لنهايتها انك تشخصيها كويس قوي، تحط لها حدود كويس قوي. وده كان الفكر الرائع والسباق ورا المبادرات. خليني اقول لك بالظبط زي ما اقول لحضرتك، كان فيروس سي منتشر قوي؟ لا، هو كان مش متشخص كاملا. فلما اتشخص كاملا وتحطت له خطه وخريطه علاج مثلى ومثاليه، قضي عليه تماما. تقصد حضرتك ان الامراض موجوده بس ما كانتش بتكتشف؟ بالظبط يا هن، ده دور المبادرات تمام. اللي اتعملت ان احنا بدينا ندور ورا كل حاجه، ورا كل الامراض، ورا حكايتها، ورا توزيعها، ورا انتشارها، ورا الاهم تشخيصها. واذا حضرتك شخصتي كم، عرفتي المشكله حجمها قد ايه، فقدرتي توصلي لعلاجها. واهم من علاجها، اصل السكر ضيف. ايوه، ضيف لازم نسيطر على كل طلباته، لازم نسيطر على كل مضاعفاته. وناس كتيره بتقول لازم تصاحب المرض ده، الناس اللي عندهم السكر يقولوا صاحب المرض ده. دي كلمه عظيمه، دي كلمه مظبوطه تماما. صحيح، بس ليه عندنا في مصر باعداد مهوله كده ومنتشر مؤخرا في الاطفال بشكل كبير جدا؟ برضو هو مش انتشار قد ما هو التشخيص. بينا نشخصه، كنا ما عندناش الفكره ان هي تتشخص بدري في الاطفال. لكن ما عندناش ولا عند نظام صحه عالميه ان مصر اكتر من غيرها او اكثر انتشارا فيها سكر النوع الاول. لا، هو موجود. هو احنا دور المبادرات، ودي كان الفكر العظيم والرائد والمبدا الجميل في فكره المبادرات، ان احنا بدينا نشوف وندور ورا كل حاجه. عشان اول حاجه عشان تحلي مشكله انك تشخصيها وتحط لها بلان اوف اكشن، خطه عمل تقدري بيها تقضي على المشكله دي. فبدينا نكتشف السكر، بدينا نكتشف حجمه، بدينا نكتشف الضغط وحجمه، بدينا نكتشفه في الاطفال. بدينا نبص ورا غيرك في المبادرات، طب السكر ده بيعمل مضاعفات ايه؟ بيعمل مضاعفات على القلب، محتاجين قسطره قلب، مبادره القضاء على قوام الانتظار. بيعمل مشكله في الرجلين وقدم، سكري وهيحتاج اعمل بتر. لا، أيوه. انا بدري بشخص، بعرف بعمل قسطره في مبادره سياده الرئيس ومبادره أيوه. الرئاسيه أيوه. ونقدر نعالج ده قبل ما يحصل بتر والناس تخسر اكتر. طبعا. ونفس الكلام العظمه، مشاكل جراحات العظام، بدينا في المبادرات. هل معنى كده ان مصر فيها مشاكل جراحات عظام اكتر من غيرها؟ لا، احنا بدينا نشخصها، نعرفها، وبالتالي نعالجها يعني نابروتش المشكله أيوه. بوضوح وبخطه استراتيجيه وبلان اوف اكشن محترم نقدر بيه نقضي على ده. نفس الكلام عمليات جراحه الكاتاركت والعينين ومشاكل أيوه. الرمد. هو الفكره فعلا ان احنا كان ما كناش واخدين على الاسلوب ده، اللي هو جه مع مبادرات سياده الرئيس، وجه مع المبادرات الحياه الكريمه، وانك توصلي بالعيان المصري الى انسان سليم مصري. ايوه، دي اللي تحط تحتها 100 خط. بول حلوه قوي اللي حضرتك بتروح له في كل المحافظات، يعني اللي هناك بيروحوا في الوحدات الصحيه وفي عربيات في كل مكان بتكتشف مبكرا. عايزين نقول بس جمهورنا ان حضرتك لايف برضو هتجاوب على اسئلتهم الخاصه بالقدم السكري او بالسكر، وانه والدكتور طبعا ايهاب هيستقبل اي حاله كمان في معهد السكر مجانا. طبعا اي حد عايز يكشف هيكون في استقباله، ويكون جاي من الستات ما يعرفوش يكذبوا ان شاء الله. ده يشرفنا بدورنا، ده شرف لينا، ده اكيد احنا خدنا وعد منه، مش بندبسه على الهواء ولا حاجه، لكن هم انتوا دايما الحياه طول الوقت في خدمه الشعب، وكمان كل من يعني يعيش على ارض مصر، مش كده ولا متهيألي يعني؟ كل النهارده مش لاني بشتغل في معهد السكر، بس يمكن معهد السكر لقيت مشاريع تعليميه كلها من معاهد متخصصه، معهد القلب، معهد الرمد، معهد الكبد، معهد السكر، وجميع المستشفيات التعليميه تحت قيادة سياسية للبلد ومعالي وزير الصحة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية. ده بقى سيناريو مترابط متكامل، ان ده هدفنا وده وجودنا، ومش لأي حاجة، دي رسالتنا فعلا كانت بينقصها الفكر اللي موجود حاليا من القيادة السياسية، من تشخيص مبكر، من علاج متوفر، من حاجات مكلفة جدا موجودة النهاردة وقابلة لعلاج الناس. أيوة. من أساطر تشخيصية، من عمليات رمد، من عمليات عظام. إذا تواجد هذا، فبجد أسعد إنسان بيكون بهذه المنظومة الطبيب اللي بتتوفر عنده هذه الحاجات اللي ما كناش بنحلم نوفرها لمرضانا. أيوة. النهاردة قادرين نوفر ده لمرضانا، قادرين نعمله. فبيسعدنا جدا نداء حضرتك إن اللي عايز توجه لنا في المعهد ده دورنا. وعندنا الحمد لله في المعهد
بفضل الدوله الموفره حاليا كل ما اوتي من سبل لجراحات الرمد، لجراحات القلب، لاساطر القلب، الاساطر الاشترافيه للقدم السكري، لعلاج السكر، لعلاج الغدد الصماء، ده متوفر فضل بلدنا على عيانينا وعلينا ان احنا نقدر نجد التولز والحاجات اللي نعالج بيها.